للحديث عن الأحواز في الذكرى 95 لاحتلالها ومعاناة سكانها المستمرة من الاحتلال الإيراني، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المتخصص بشأن الإيرانية الأستاذ محمد المذحجي. أستاذ محمد، مرحبا بكم. يعني 95 عاما الأحواز العربية ما زالت محتلة من قبل النظام الإيراني، لكن هنا السؤال: لماذا لا يسلط الضوء بشكل كبير على قضية الأحوازيين؟ في البداية تحياتي لحضرتك سيدي المشاهدين. طبعا يجب ننتبه إلى هذه النقطة، لأن الأحواز هي حجر الزاوية بالنسبة لمعاهدة سايكس-بيكو. ومعاهدة سايكس-بيكو هي ليست فقط تقسيم دول أو احتلال أراضي، بل هناك جزء سري لهذه المعاهدة تحافظ عليه أو تدعمه بريطانيا وفرنسا والدول الكبرى. وبشكل وآخر هذه المعاهدات السرية تلتزم بها دول المنطقة. طيب، دون أن نقوم التفاصيل. مثلا الجزر الإماراتية الثلاثة المحتلة، نعم، لم نسمع عن أن هناك محاولة لاستعادتها مع ما كل الوثائق الدولية تنص على ملكيتها الإمارات. بالنسبة للأحواز، الأحواز هي أول منطقة احتلت من قبل إيران مع بدء تنفيذ معاهدة سايكس-بيكو. وأي تغيير في وضعية الأحواز القانونية سيؤدي إلى انهيار معاهدة سايكس-بيكو. نعم، هذا النقطة يمكن نفسر لماذا لم نسمع التطرق للقضية الأحوازية. طيب أستاذ محمد، هذا الاحتلال كيف انعكس على سكان الأحواز، خاصة مع محاولات النظام الإيراني طمس الهوية والثقافة العربية؟ يعني الانعكاس لعقود أثر بشكل وآخر على العقلية الأحوازية، أقصد هنا تحديدا ترسيخ عقلية الحرمان لدى الأحوازي على الأرض الواقع، ليس فقط الحرمان المادي بل الحرمان الثقافي والحرمان الاجتماعي والحرمان من أبسط حقوق كالقيام بالاحتفالات وحتى الاحتفالات الأسرية. أنا هنا لا أتحدث عن الاحتفالات العامة كعيد الفطر أو عيد الأضحى، حتى لم يسمحوا النظام الإيراني لا يسمح للأسر أن تقوم باحتفالات أسرية وفق تقاليدها العربية. فالموضوع بالنسبة لي الشعب الأحوازي هو يتعلق بالحرمان، الحرمان من الثروة الأحوازية الهائلة. فأنا أتحدث هنا حسب الإحصائيات الرسمية الإيرانية وليس الواقع، يعني خلينا بمستوى التصريحات والإحصائيات الرسمية الإيرانية التي تقول أن الأحواز توفر 86% من النفط الإيراني، 25% من الإنتاج الغذائي الإيراني. الأحواز يتم تصدير نصف البضائع والمنتجات الإيرانية من موائل الأحواز. طبعا إذا اعتبرنا أيضا ميناء عباس جزء من الأحواز وهو فعلا كذلك، نعم، ستكون الحصة تقريب 80%. الأحواز ينتج 60% من ناتج إيران من الفولاذ من الصلب، وكذلك الأحواز ينتج 80% من المنتجات البتروكيماوية في إيران. الأحواز فيه 40% من المياه العذبة الإيرانية. يعني هذه الإحصائيات حسب الإحصائيات الرسمية كلها إحصائيات هائلة وتغذي بلد وبلدان وليس بلد واحد. يعني على هذا الوضع الاقتصادي لا يمكن لنظام الملالي في إيران يعني أن لا يمكنه أن يستغني عن مدينة أو منطقة الأحواز العربية. لكن هنا حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز قالت أن ذكرى الاحتلال الإيراني للأحواز تحمل معها مأساة ضياع دولة عربية، من يتحمل مسؤولية ذلك أستاذ محمد؟ يعني في المرتبة الأولى هذا الضياع يتحمل مسؤوليته الدول الأوروبية الكبرى، أي بريطانيا ألمانيا وفرنسا تحديدا، هذه الدول الثلاث التي كانت قد فرضت معاهدة سايكس-بيكو. وبالمرتبة الثانية أنا أرى أن الدول العربية هي التي تتحمل المسؤولية الثانية بعد مسببي هذه الكارثة. وطبعا في هذه الظروف أنا أرى أنه حاليا رهان على الصراع الدولي ما بين الصين
والولايات المتحدة القوتين الصاعدتين على السياسة، والولايات المتحدة التي تراهن وتعمد على حرمان الصين من النفط والغاز الأحواز الثروات الأحوازية التي إيران أعطتها للصين، وإيران تعتبر حاليا الحديث المقرب للصين، وأمريكا لن تقبل في أن الصين تتصرف ب10% من النفط العالم و18% من الغاز العالم الذي يقع في الأحواز ويذهب إلى الصين. فنحن أمام يعني رد أو اعتبارا للحديث عن ساكس بيكو، نحن الآن أمام حالة جديدة في المنطقة قد تؤدي إلى انتهاء أو انتهاء معاهدة ساكس بيكو والبروتوكولات السرية التي لا يزال دول المنطقة ملتزمة بهذه البروتوكولات. من لندن المتخصص بشأن الإيراني محمد المدحجي، شكرا جزيلا لكم.